وللمزيد من المتابعه ينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. دكتور فرج، بعد التحيه دعنا نبدا من حيث انتهى التقرير، وهو عن التحذيرات من ازمه غذاء عالميه ومجاعات عالميه. وفي نفس الوقت مما لا شك فيه ان هناك ارتفاع كبير في الاسعار على مستوى العالم. السؤال الذي يطرح نفسه، متى من الممكن ان يتاقلم الاقتصاد العالمي مع هذه الازمه؟ بدايه صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حقيقة يعني ما يشهده العالم هو يعني حالة من الارتفاع المتتالي للمستويات العامة للأسعار، وأدت بشكل ما إلى تباطؤ في معدلات النمو، وكان ليها مساهمة في تباطؤ معدلات النمو، وده طبعا كان بالتزامن مع الهزات القوية جدا في حجم اقتصادات كبرى زي الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الأوروبي أو اقتصادات آسيوية. ده ساهم بشكل كبير جدا إلى وجود حالة من أو مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي تجاه الركود التضخمي. هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار يتزامن معه انخفاض في مستويات النمو ومستويات الإنتاجية حول العالم. المخرج هو العمل على صياغة سياسات مالية ونقدية تقلل أو بتقلل من حدة الآثار المترتبة على التضخم، ومعني بها السياسات المالية لفئات أو قطاعات كبيرة من المجتمع أو المجتمعات بهدف تعزيز الاستهلاك، إنه ما يقلش بشكل أكبر مما هو متوقع يعني. ده يحفز نوعا ما الطلب الكلي، بالتزامن مع كده يكون في نوع من السياسات الكليه والسياسات النقديه اللي بتعمل على تعزيز النمو مره ثانيه. واعتقد في الحاله اللي زي كده هو المخرج اعتماد الدول وبعض من الدول على نماذج نمو معتمد على الداخل، يعني بيعزز من قدرات الاقتصاد الوطني تجاه الازمه اللي موجوده. نعم. دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لحضرتك.